مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم في هذا الانطلاق المميز، وشوط آخر من أشواط التحدي، من أشواط الإثارة، وشوط آخر هنا ينطلق في هذه اللحظات. هو شوطنا إذن التاسع في مجموعة الأشواط، وشوطنا التاسع الخاص أيضا باللقاية لبكار هنا أيضا في هذا الانطلاق. وننوه للأخوة الفائزين بعد نهاية هذا الشوط الاستلام الجوائز هناك من يد ولي العهد الأمين في المنصة الرئيسية. على جميع الفائزين التوجه إلى المقصورة الرئيسية بعد هذا الشوط لاستلام جوائزهم. هذه اللحظات انقل الكلمة للزميل فيصل الكيبالي ليتواصل معكم في انطلاقة هذا الشوط. التواصل مستمر مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم هذا بكل خير، ويحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. على البركة مشاهدين الأعزاء، أعلنت منذ لحظات انطلاقة شوطنا التاسع في مجموعة أشواطنا الصباحية الخاص بالأبكار المهجنات الأصايل، والمسافة 5 كيلومترات رصدت لهذا السن الجميل والمميز. إذا نتابع صدارة هذا الشوط ونتابع الصدارة، هناك جمهرة، هناك جماهير لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، من يقدم لنا جماهير على مقدمة هذا الشوط. ثاني المراكز هنا التواجد من صوغة سهيل بن رملي بن محمد العامري، من يقدم لنا هذه الانطلاقة على المركز الثاني. والمركز الثالث هنا طاقة، الله يا طاقة، عبد الله بن محمد بن شمال الاكتبي بن شميل الاكتبي، من يقدم لنا طاقة على المركز الثالث. والمركز الرابع هنا التواجد ايضا من الاتحاد، سعيد بن علي بن سليم العمري، من يقدم لنا الاتحاد على المركز الخامس. والمركز السادس، المركز السادس هنا التغييرات والتواجد من هجامة، هنا سالم بن راشد بن غدير أحد ممثلي مرغم متواجد بكل قوة على سادس المراكز. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة. الله يا جمهرة، باعدت المسافة، باعدت المسافة، جماهير جماهير جماهير، والجماهير يتابعون. هذا الشعار، شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، من يقدم لنا جماهير على مقدمة هذا الشوط وعلى صدارة هذا الشوط، والانفراد المميز اللي قدمته جماهير، ما شاء الله تبارك الله. ثاني المراكز هنا التواجد من صوغة، صوغة سهيل بن رملي بن محمد العمري، من يقدم لنا صوغة على المركز الثاني. والمركز الثالث هنا التواجد ايضا والتقدم من الاتحاد، سعيد بن علي بن سليم العمري، من يقدم لنا الاتحاد على المركز الثالث. والمركز الرابع هنا التقدم ايضا من هجامة، هنا هجامة سالم بن راشد بن غدير الاكتبي، من يقدم لنا هجامة على المركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس هناك التواجد والتقدم ايضا ومن رمز سلطان بن علي بن سلطان الاكتبي، من يقدم لنا رمز على المركز الخامس. والمركز السادس اتابع هنا دجلة علي بن سهيل بن مسعود العامري. هذه النتيجة مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، اعود مع جماهير، اعود مع جماهير، مع الكادر الاعلى لجماهير، والانفراد المميز اللي قدم متى جماهير. الله الله الله، عطنا يا مخرجنا المسافة، عطنا يا مخرجنا المسافة بين جماهير وبين المركز الثاني. الله ياهي مسافة، ياهي مسافة، الضيف نقطة على نقطة. الله الله الله، جماهير جماهير جماهير. الله يا سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، من يقدم لنا جماهير على الصدارة وعلى مقدمة هذا الشوط. ولكن الاقتراب، رويدل رويدل من
الرمز سلطان بن علي بن سلطان الاكتبي من يقدم لنا رمز بالهناوي قادم بكل قوة في هذه اللحظات على المركز الثاني والمركز الثالث. هناك التقدم والتواجد أيضا في هذه اللحظات. الله الله الله، هناك الشاهنية أضحي بن مبارك بن أضحي الاكتبي من يقدم لنا الشاهنية على المركز الثالث والمركز الرابع. هنا التواجد من هجامة سالم بن راشد بن غدير الاكتبي أحد شباب مرغم متواجد بكل قوة في هذه اللحظات. ولكن نتابع المركز الخامس ونتابع الانطلاق والتواجد بنت المطر علي بن حمودة بن محمد بن حبيب بن رضا من يقدم لنا هذه الانطلاقة المميزة على المركز الخامس. 1200 تخطيناها، ولكن أعود مع الكيلو الأخير، الكيلو الخطير بقيادة جماهير لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. الله 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 الله، العساقوس الانفراد المميز اللي قدمته جماهير لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. قامت راس وبعدت المسافة، بعدت المسافة. الله الله الله، جماهير على الصدارة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي من يقدم لنا جماهير على المركز الأول. ولكن حذاري الحلامي، حذاري، هنا التواجد أيضا من الشاهنية أحمد بن خميس بن صوايح الهاملي، بن صويح الهاملي قادم بكل قوة في هذه اللحظات على المركز الثاني والمركز الثالث. هنا التواجد من تنفيذ محمد بن عتيق المقعودي، قادم ممثل الهباب، قادم بكل قوة في هذه اللحظات. ولكن أعود مع جماهير لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي من يقدم لنا جماهير على المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط. الله الله الله، جماهير للمرة الخامسة، وأفضل توقيت صباحي تسجل تحت أقدام هذا الانفراد المميز اللي قدمته هذه الجماهير على خط النهاية. ما شاء الله تبارك الله، سلام يا سعادة أحمد بن سلطان الحلامي على هذا الناموس المميز للمراكز. الشاهنية أحمد بن خميس بن صويح الهاملي، والمركز الثالث. هنا التواجد أيضا من تنفيذ محمد بن عتيق المقعودي، والمركز الرابع، كرام راشد بن سعيد بن علي الزرعي، والمركز الخامس رمز علي بن سلطان بن علي الاكتبي. هذه هي النتيجة مشاهدين الأعزاء، كان الشوط حامل للإثارة وكان التنافس جميل. وتهانينا لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي على فوز جماهير بالمركز الأول وبصدارة هذا الشوط والانفراد المميز. 7:33 جزء واحد من الثانية. تهانينا لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي على فوز جماهير بالمركز الأول والمركز الثاني. اللي وصلتنا على المركز الثاني تنفيذ محمد بن عتيق المقعودي. 7:36 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن عتيق المقعودي اللي وصلتنا على المركز الثالث. دجلة علي بن سهيل بن مسعود العامري، كان التوقيت اللي وصلتنا على المركز الثالث الشاهنية أحمد بن خميس بن صويلح الهامي. 7:41 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس مشاهدينا الأعزاء لكل الفائزين.